فرقة بيسان للفنون الشعبية جاءت للجزائر ضمن وفاء والمحبة من القدس ومن كل مدن فلسطين إلى الجزائر لتشارك على هامش القمة العربية وتشارك في الذكرى احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى 68 لانطلاق الثورة التحريرية المجيدة. هذه الثورة العظيمة وأعظم ثورة في عالمنا المعاصر، هذه الثورة التي نعتز بها نحن كفلسطينيين، ونحن جينا نحتفي بها مع أخواننا الجزائريين كعنوان ووفاء ومحبة لأشقائنا في الجزائر.